أعرف بهذه النقابة لأنها نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ممثلة في تقريبا في جميع الولايات. نضالنا هو تحسين القدرة الشرائية، وكذلك رفع من مستوى ترقية الموظف الموجود في قطاع التربية، كذلك يعني الاعتناء بالجانب الصحي والجانب البيئي لهذه الفئة في مختلف مؤسسات العمومية الممثلة في متوسطات وثانويات الوطن. نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين هي معتمدة طرف الدولة، هي نقابة معتمدة طرف الدولة منذ 2013، فهي تناضل من أجل تحسين مستوى القدرة الشرائية لهذه الفئة، لأنها تحتوي على ثلاث فئات، هي فئة المخبريين وفئة الإداريين وفئة العمال المهنيين. بما أن هؤلاء الفئات يساهمون في تحسين وتحفيز التحسين وتحفيز يعني وإضافة كل خدماتها للتلميذ، فهي موجودة في قطاع التربية، تساهم كذلك في إضافة خدماتها وخدمات هذه النقابة من أجل تحسين مستوى التلميذ على مستوى المؤسسات التربوية المتمثلة في المتوسطات والثانويات عبر الوطن. نلاحظ أن القانون الأساسي لقطاع التربية أجحف في حق هذه الفئة وهذه الفئة الثلاث، لأنها ما زالت تعتبر الحلقة الضعيفة من ناحية الترقية، من ناحية الأجور، من ناحية تحديد مهامها في الوسط التربوي. بما أن نحن ننضم إلى الجماعة التربوية، ندعو كل المعنيين، ندعو وزير التربية، ندعو كل الأطراف المكونة للجماعة التربوية أن تفتح لنا باب الحوار، باب النقاش، باب الإصغاء لهذه الفئة من أجل تعديل يعني القوانين الأساسية لهذه الفئات الثلاث، للرجوع أو لتحسين مستوى معيشتها في الوسط التربوي. ندعو كذلك إلى الاعتناء بقضية الترقية في المناصب، ندعو كذلك إلى التكوين لهذه الفئات الثلاث، يعني التكوين ريسيكلاج، يعني ريسيكلاج لهذه التكوين يعني المعنوي والتكوين الموجود على مستوى الوصاية. كذلك نتمنى من كل الأطراف وخاصة الوصاية المتمثلة في وزارة التربية أن تجد لنا أذانا صاغية، وخاصة اللجنة التقنية المنصبة مؤخرا من أجل النظر في المسودة التي طرحناها مؤخرا من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الفئة الموجودة ضمن الجماعة التربوية.